سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون جيبوتي نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يشارك في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية وذلك في روما. القمة الإفريقية تناقش الاستثمار في رأس المال البشري لدفع النمو الاقتصادي بمشاركة وزير الاقتصاد والمالية. أزمة دبلوماسية جراء تدريس القرآن الكريم في السويد والدنمارك. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي، أهلا بكم. شارك معالي رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما عاصمة إيطاليا. نتابع. رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد في العاصمة الإيطالية روما في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تنظمها الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وكان برفقة رئيس الوزراء في هذه المشاركة وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية سيد محمد أحمد عوالي. وحضر القمة التي دامت يومين بمقر الفاو قادة ورؤساء حكومات 20 دولة وحوالي 2000 مشارك من 160 دولة والأمين العام للأمم المتحدة. وانعقدت القمة في وقت واجهت فيه النظم الزراعية الغذائية في العالم تحديات بخصوص توفير أغذية مهمة وحياة أكثر استدامة للبشرية، من بينها النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير الأنماط الاستهلاكية والتغير المناخ. وعلى هامش مشاركته في هذه القمة التقى رئيس الوزراء في مقر الفاو المدير العام لهذه المؤسسة التي تستضيف هذا الاجتماع المتعلق بالأمن الغذائي العالمي. وخلال اللقاء ناقش الطرفان العديد من المسائل التي ركزت على موضوع الأمن الغذائي وتحلية مياه البحر والطاقة. افتتحت في عاصمة تنزانيا دار السلام القمة الأولى لرؤساء الدول الإفريقية حول رأس المال البشري. وجمع هذا الحدث التاريخي حوالي 1200 مندوب للمشاركة في فعاليات القمة. شارك في هذا الحدث الكبير وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسى الدوالي ممثلا عن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. ركزت محاور هذه القمة على رأس المال البشري في إفريقيا تحت شعار تسريع النمو الاقتصادي في إفريقيا وتعزيز إنتاجية الشباب من خلال تحسين التعلم والمهارات. يوفر هذا الاجتماع فرصة للقادة والخبراء لصياغة السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى دعم الشباب الإفريقية. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى البلاد، توجه رئيس إقليم إفريقيا وآسيا لصندوق قطر السيادي الشيخ فيصل بن الثاني آل الثاني إلى فندق إسكال الدولي. وكان في استقباله لدى وصول إلى الموقع برفقة القائم بعمل سفارة دولة قطر في جوتي السيد إبراهيم الشرايم. كان في استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والمالي ووزير التعليم العالي ووزير التجهيزات والبنى التحتية ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة وقائد العمليات في ميناء جيبوتي ومسؤولون آخرون. وفي إطار هذه الزيارة تمكن الوفد القطري خلال جولة له من الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في جيبوتي في مختلف المجالات ولا سيما في الموانئ واللوجستيات والمطارات والتعدين والزراعة والسياحة. الزيارة اختتمت باجتماع عمل عقده الجانبان وتم خلاله مناقشة سبل وطرق تعزيز التعاون الثنائي بين جيبوتي وقطر. توجه وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بقيادة الأمين العام للوزارة سيد محمد عبدالله مهيوب إلى عاصمة مدغشقر أنتانانارفو للمشاركة في ورشة عمل إقليمية نظمتها وزارة التربية والتعليم في مدغشقر ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم. كما شاركت في هذه الورشة وفود من وزارات التربية والتعليم في مدغشقر وبروندي وكوديفوار بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي واليونيسف واليونسكو. افتتح هذا الحدث بحفل رسمي ترأسته السيدة لورا المديرة العامة للمنظمة. وتشكل هذه الورشة الإقليمية فرصة لتوفير إطار للتفكير والتبادل حول إيجاد فهم
مشترك من نموذج التمويل الجديد للشراكة العالمية من أجل التعليم والاستفادة من خبرات وزارات التعليم كوسيلة لإيجاء الإصلاحات ذات الأولوية بناء على الأدلة. وركزت هذه الورشة أيضا مسألة تحديد التحديات والفرص التي يحتمل أن تكون مواجهة للتحول المتوقع لأنظمة التعليم، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التي ستسمح لكل دولة بإثراء انعكاساتها ووضع اللمسات الأخيرة على تعريف إصلاحها ذي الأولوية على أساس التحليل السياقي للعوامل الإيجابية التي نفذتها كل دولة. هذا وألقى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سيد محمد عبد الله مهيوب كلمة سلط فيها الضوء على التقدم الذي حرزته جيبوتي في مجال التعليم والتحديات الرئيسية التي تواجه البلاد. فيما يتعلق بتجربة جيبوتي، تطرق الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سيد محمد عبد الله مهيوب التطور الذي شهدته وزارة التربية من حيث الوصول إلى جودة النظام التعليمي، وتناول الجهود والإنجازات التي حققتها وزارة التربية في الآونة الأخيرة. نظم المكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين أوناخس بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جوتيا اليوم في فندق كامبيسكي اجتماعا لتعزيز التنسيق الوطني حول العمل العالمي لدعم اللاجئين. جمع هذا الاجتماع مختلف الجهات الفاعلة والجهات المعنية المشاركة في تنفيذ هذا العمل. وشهد هذا الاجتماع الذي ترأسه أمين عام وزارة الداخلية السيد سراج عمر عبد القادر مشاركة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين السيد حسين حسن درار وممثلي جميع المؤسسات المعنية. وكان الهدف من هذا الاجتماع هو الإعداد للمنتدى العالمي للاجئين المقرر عقده في نهاية هذا العام في ديسمبر المقبل في جنيف. وخلال الاجتماع تم تقديم التقرير حول التقييم الذاتي من قبل أحد المستشارين حول نتائج إنجازات جمهورية جيبوتي من حيث الالتزامات التي تعهدت بها بلادنا في عام 2019 خلال المنتدى الأول للاجئين. وكان هذا الاجتماع فرصة للمشاركين لمعرفة العمل العالمي للاجئين وللاتفاق على الجهود والأفكار لمواجهة الأولويات والتحديات التي تواجه هذا الموضوع. إلى محافظة علي صبيح، بعد جولته التفقدية في ناحية جليلة خلال الأسبوع الماضي، توجه والي محافظة علي صبيح سيد عبد الملك محمد بانوتا إلى ناحية علي عدة، وذلك في إطار زيارته التواصلية والتعرفية والتي يجريها في القرى التابعة لمحافظة علي صبيح. وكان برفقة الوالي خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يتألف من نائبة الوالي السيدة سعيدة وبرع السوي والنائب البرلماني سيد عبد الخير بوح، وأيضا رئيس المجلس الإقليمي بالإنابة زين نوح سعيد جلدون ومسؤولون كبار من المحافظة وشخصيات أخرى رفيعة. ولدى وصول والي إقليم علي صبيح والوفد المرافق له إلى ناحية علي عضة حظي باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل رئيس القرية والعقال والأعيان والشباب المحليين، حيث تم ترحيبه أيضا بالرقصات الشعبية والأغاني المتنوعة. في مسألة هذه الزيارة عقد والي محافظة علي صبيح سيد عبد الملك محمد بانويتا اجتماعا مع العقال والنساء والأعيان وتلقى معلومات مفصلة حول أوضاع ناحية وقرية علي عضة، كما تم ترحيب الوفد بالرقصات الشعبية والفولكلورية. هذا وتندرج هذه الجولة في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها الوالي الجديد في علي صبيح سيد عبد الملك محمد بانوتا إلى النواحي النائية التابعة لمحافظة
علي صبيح. وفي كلمة له في هذه المناسبة أشار والي محافظة علي صبيح الجديد عبد الملك محمد بانويتا إلى أهمية هذه الزيارة التي تندرج ضمن جولات تفقدية إلى النواحي التابعة لمحافظة علي صبيح، وقدم في مسالي كلمته الشكر والامتنان لسكان قرية علي عبد على الترحيب الحار والحفاوة البالغة التي حظي بها، وقال أشكركم على ترحيبكم الحار والأخوي، ونحن لن ندخر أي جهد لخدمة سكان علي عبد التي تعد قرية تاريخية، ولقد حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذه القرية. ونوه المحافظ عبد الملك محمد بانويتا بأن زيارته تأتي في إطار جولات التعرف على سكان القرى التابعة لمحافظة علي صبيح بشكل أفضل، بغية تعزيز التعاون من أجل الاستجابة لمتطلبات السكان والأهالي القاطنين في هذه القرية إلى محافظة أبخ. قام محافظ إقليم أبخ الجديد سيد موسى آدم ميجاني بزيارة تفقدية وتواصلية إلى ناحية عصصن التابعة لمحافظة أبخ، وتقع هذه الناحية على بعد حوالي 30 كيلومترا من حاضرة إقليم أبخ، كما تدرج هذه الزيارة في إطار الجولات التي يقوم بها والي محافظة أبخ للتعرف على سكانها وأيضا الأهالي القاطنين في هذه القرى التابعة لهذه المحافظة. ورافق المحافظ السيد موسى أديب الجني في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أبخ بالإنابة سيد أحمد علي محمد ونائب المنطقة سيد كامل أحمد والمسؤولون المحليون والمنتخبين وسلطات القانونية في هذه المنطقة. ورحب سكان أساسا بالوالي الجديد والوفد المرافق له بترحيب حار وحفاوة بالغة، والذين من بينهم الشباب والنسوة والعقال رحبوا بالوفد المرافق للوالي الجديد السيد موسى آدمي جني، وبعد ترحيب الحار بالحاكم وشكره على هذه الزيارة تناوب ممثل السكان على منصة الكلمات لتقديم اقتراحاتهم وطلباتهم وشكاويهم إلى الوالي. وخلال الاجتماع كانت المسألة الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع مسألة توفير المياه الصالحة للشرب للسكان، وخاصة في هذه الفترة التي شهدت ارتفاعا حادا في درجات الحرارة والجفاف. هذا وألقى محافظ أبوخ سيد موسى آدم ميجني كلمة خلال هذا الاجتماع قدم في مستهلها الامتنان والشكر لسكان قرية أساسا التابعة لمحافظة أبوخ على الترحيب الحار والحفاوة البالغة التي حظي بها. ونوه المحافظ موسى آدم ميجني إلى أن هذه الزيارة تهدف بالدرجة الأولى إلى الاطلاع عن قرب حول على أوضاع السكان القاطنين في النواحي النائية والريفية التابعة لمحافظة أبوخ، بغية الاستجابة وتلبية لمتطلبات السكان والأهل القاطنين في هذه النواحي التابعة لمحافظة أبوخ. وعقب ذلك التقى محافظ والي أبوخ سيد موسى آدم ميجني بالمزارعين الرعويين لتلقي طلباتهم وشكاويهم واقتراحاتهم والذين يحتاجون إلى دعم، بغية المساهمة في التنمية المحلية لهذه الناحية. والتقى محافظ والي أبوخ سيد موسى آدم ميجني بالمزارعين الرعويين وكذلك السلطات الإقليمية في هذه الناحية عصصا، ودعا إلى دعم هؤلاء الشريحة المساهمة في عملية التنمية ولا سيما في توسيع الأنشطة الزراعية الرعوية، مع الاستمرار في الاهتمام بالزراعة من خلال توفير الحلول المناسبة للمزارعين الرعويين في مجال تطوير ودفع عجلة الزراعة الرعوية في النواحي الريفية التابعة لمحافظة أبوخ. وقام والي محافظة أبوخ سيد موسى ميجري بجولة تفقدية في أماكن الزراعة الكائنة في هذه القرية. والآن نتابع هذا التقرير الذي يتناول عن مميزات قرية داي وجوها الجميل. نحن
نظرا لمناخها المعتدل وممتع في جميع الفصول وكرم الضيافة أهلها، كانت قرية الطاي دائما وجهها شهير لقضاء العدلات في جيبوتي وموقع للتوجه السياح والوطنيين والأجانب، تشكل قرية الطاي موقعا هاما لناحيتها. يتراوح عدد سكان بين 3000 إلى 5000 شخص حسب هذا التقدير، حيث أن قرية الطاي يصل ارتفاعها إلى 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، وتقع في قلب ناحية جودة التي يبلغ ارتفاعها جبالها أكثر من 1750 مترا فوق مستوى سطح البحر. وفي كل عام وخاصة خلال موسم الحر يتدفق سكان العاصمة أو حتى سكان المناطق الداخلية أخرى إلى ناحية طاي، وذلك بحثا عن مناخها الجميل. تلبي قرية طاي معايير الذي يسعى إليه كثير من الأهالي في جيبوتي الذين يأتون في أغلب الأحيان مع عائلاتهم، وغالبا ما تصل هذه العائلات كعائلة أو تقيم مع أفراد من عائلاتهم أو مع معارفهم الذين يعيشون هناك. يعزز تدفق هؤلاء المواطنين الاقتصاد على المستوى المحلي لإسعاد المتداولين الذين لا يبخلون بالوسائل اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وخاصة الوافدين الجدد والسياح، وهذا من الأعيان، كما يقومون بتنظيم المسابقات في أوقات الفراغ لأجل قضاء أوقات ممتعة وجميلة. أقام المصيفون بدعم من المسؤولين المحليين أنشطة رياضية فردية أو جماعية. أجرينا لقاء مع عائلة شاب أبا يزيد علي يوسف، وهو شاب يعمل من ناحية سدلو والعاصمة، والذي قرر القضاء إجازته الصيفية مع أسرته في ناحية طي. حقاني بتيلا أنني دوبي نحن هنا في إجازة هنا منذ 11 يونيو، حيث أن المناخ المعتدل وجميل جدا هو ما يجذبنا إلى هنا. يفضل بعض المواطنين قضاء عضلاتهم في إثيوبيا أو في أوروبا أو في أي مكان أخرى بالنسبة للبعض. أنا شخصيا لا أرى الهدف من ذلك، لأن لدينا نفس الظروف المناخية في المناطق المعينة من بلادنا. هذه هي المرة الأولى التي قضينا فيها أنا وعائلتي إجازة هنا، وطول هذه الزيارة رافقنا أحد قادة المجتمع وهو السيد علي دابلي، الذي حب أن يشاركنا إعجابه لهذه الناحية الجذابة والهادية. أنا من المقيمين في هضبة الطاي هذا العام. هناك العديد من المصيفين الذين آتوا إلى هنا لقضاء عطلة الصيف في أجواء معتدلة تصير على ما يرام، خاصة وأن المنطقة شهدت هطول الأمطار غزيرة ومناخ رائع جدا. وقد أتى إلى طاي ما يزيد عن 120 أسرة الذين قدموا من مختلف المناطق البلاد. توجهت عدد كبير من العائلات إلى هنا هذه الناحية الجميلة لقضاء 3 أشهر من الإجازة، حيث يستمر عدد المصيفين في ناحية طاي في ازدياد فرارا من ارتفاع درجة الحرارة في الصيف. أحد الأنشطة الرئيسية للعائلات الجيبوتية خلال عطلة الصيف، تتوجه عائلات الجيبوتية إلى أماكن التي تتمتع بالمناخ الجميل وعزب ومناسب. لم تسلم جمهورية من التداعيات وتحديات الاحتباس الحراري الذي يشهد الكوكب، فإن هذه المناطق النادرة المحصنة ضد الموجات الحر المستمرة والشديدة هي تعود ظروف الهروب الوحيد ضد هذا النوع من الطاهرة الاحتباس الحراري. إلى ساحة الدولية
في عقاب الأحداث الأخيرة التي وقعت في الدنمارك والسويد بشأن تدليس القرآن الكريم، اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات دبلوماسية باستدعاء ممثلي هذين البلدين إلى الجزائر. يهدف هذا الإجراء إلى الاحتجاج على تدليس الأخير للقرآن الكريم التي حدثت في كوبنهاغن وستوكهولم. هذا وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية، فقد أدانت الجزائر بشدة هذه الأعمال التي اعتبرتها غير أخلاقية وغير مدنية، وأكدت أنها تنال من كل ما هو مقدس لدى المسلمين في العالم. وأخيرا، أسفرت حرائق غابات عنيفة في شمال شرق الجزائر عن مقتل 34 شخصا على الأقل، بينهم 10 عسكريون، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس الاثنين. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه إثر خلال عملية الإخلاء ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصل الأفراد العسكريون رفقة سكان المشاتي المنتخمة، بما تسببت بكل أسف باستشهاد 10 عسكريين تابعين لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بمنطقة بني كسيلة، إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم إجلاؤهم مباشرة نحو المؤسسات الاستشفائية القريبة من هذه القرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.